وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكد الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة تقوم بترشيد الخطاب الديني، وذلك تنفيذا لرؤى جلالة الملك المفدى وتفعيلا للمبادرة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. حقيقة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تأتي ترجمة واقعية لرؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه، بالتأكيد الدائم على ترسيخ الفكر المستنير وقيم الاعتدال والوسطية. وحقيقة هذا ما جبل عليه أهل البحرين، حقيقة ترسيخ قيم المواطنة وتجديد الخطاب الوطني هي بادرة كبيرة وعظيمة، يعني تعكس رؤى جلالة الملك. والوزارة حقيقة في هذا الشأن تقوم بترشيد الخطاب الديني وتنفذ حقيقة رؤى جلالة الملك في هذا الشأن، ونشر قيم المواطنة والوطنية في مختلف دور العبادة والمؤسسات الدينية، وأيضا الحد من اتجاهات التطرف والإرهاب ونبذ الآخر.